خلونا كمان نتابع مع بعض مجموعة من اللقاءات اللي أجراها زميلنا محمد رياض مع عدد من أهلنا هناك عن التنمية اللي تمت وشايفينها إزاي. نتابع هذا في هذا التقرير التالي ونلتقي بعد الفاصل. نشكر طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهودات الكبيرة اللي بيعملها من تطوير وإنشاءات وطرق وكباري، وفعلا المنفذ حاجة مشرفة جدا وهتخلق فرص عمل طبعا للشباب عندنا، وهتكتر حركة التجارة طبعا في المحافظات كلها وخاصة محافظة مطروح بالذات، لأن الأول كان طبعا المنفذ في 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 اختناق في الباصات وفي الشاحنات. لاحظنا الفترة اللي فاتت يعني المنفذ بقى يستوعب يعني طاقة يعني زي ما بيقولوا طاقة سحابية كبيرة، ولاحظنا يعني حتى بالعائد المادي على الدولة يعني فهمت ازاي، وبرضه في نفس التوقيت يعني بتعليمات فخامة الرئيس كنا فين وبقينا فين، يعني كنا من منفذ قديم وبعدين من جديد وبعدين منفذ الحاجة الهائلة جدا ما شفناش إلا في أوروبا تمام، وماشي حركة التجارة مع تونس والجزائر والدولة الشقيقة ليبيا. هيبقى في فرص عمل كتير، وهيبقى في دخل عملة صعبة، وهيبقى في يعني حاجة جديدة بالنسبة لنا ومنفذ جديد وحياة جديدة لكل الشباب، وربنا يوفقنا. وشكرا يعني لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. صراحة احنا شايفين منظر جميل يليق بمصر، وتطور المنفذ السلوم دوت كان امل كبير بالنسبة عندنا نوات في مرسى مطروح وفي ليبيا، ان هو يعني بوابة الغربية لمطروح تمام لمصر، واحنا نوات بنأمل يعني التوسعة ديت من زمان، بس صراحة سيادة الرئيس يعني وعد وفى. التطوير بسم الله ما شاء الله على احدث النظام، ومقابله السيد الرئيس مش جديده علينا، يعني احنا حراس بوابه مصر الغربيه، والسيد الرئيس طبعا شرفنا حتى وهو وزير الدفاع كان هنا، واحنا معاه قلبا وقالبا ان شاء الله، وهتكمل المسيره ان شاء الله، ومصر ان شاء الله في الاحسن والافضل ان شاء الله. لاحسن من التطوير ان هو سياده الرئيس وعدنا بتطوير المكان ونفذه في ميعاده بالظبط وفي تاريخه، ووعدنا بمنطقة لوجستية فيها مصانع، وإن شاء الله ربنا يقويه ويزيده ويحقق له الوعود اللي هو وعدنا بها. النهاردة سيادة الرئيس شرفنا بلقائه النهاردة لما افتتح تطوير منفذ السلوم البري، أصبح يعني منفذ فعلا يضاهي منفذ عالمية على مستوى عالي من التقدم والتقنية. النهارده العابرين والمارين من خلال المنفذ لا تستغرق جراتهم بضع دقائق، الاول كان بمنظومه ما اعرفش ايه، النهارده منظومه اتعطلت، لا استنى شويه، النهارده بتقعد في الصاله مكيفه بتقعد حوالي 5 دقائق بكتير 10 دقائق، جوازك بتاخده وبتختم وتخش او تغادر. المشاريع اللي مستهدفة بيها محافظة مطروح سواء كان مشاريع زي المواني اللي بتتعمل أو القطار السريع اللي بتتعمل أو المدن اللي بتتعمل، هيكون لي تأثير كبير قوي عليكم خلال المرحلة دي وانتوا حاسين بده. في تطور كبير، وده كل ده عبارة عن خطوة خطوة على الطريق بالنسبة للي احنا بنستهدفه للمحافظة. تطور انتوا بتعملوه وتطور الدولة بتعمله. في برنامج لتطوير كبير قوي لأهلي نفسينا، لأن ده برضو حق لهم، وأنا بتكلم عشان برضو رسالة توصل لهم. البرنامج اللي الدولة عاملاه مش بس للبحر المتوسط، لا، مش المدن الساحلية اللي على البحر المتوسط، لا، المدن الساحلية على البحر المتوسط والمدن الساحلية اللي موجودة على البحر الأحمر.